عليكم كدارين لاباس عليكم كلشي مزيان و تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غندير لكم حلوة الهلال بحلوكو ان شاء الله الرحمن الرحيم اوكي تكون المقادير اللي غنحتاجو غنحتاجو 150 غرام ديال الزبده 150 غرام اوف بوتر وحده بيضه وان ايك واحد كاس ديال السكر وان كوب اوف شوغر واحد كاس ديال فيجيتابل اول ديال الزيت العاديه وان كوب اوف فيجيتابل اول وان كوب اوف سيزام واحد كاس ديال السمسم واحد الكاس ديال الكاكاو وان كوب اوف بينات واحد الخميره خميره فانيلا فانيلا واحد الخميره ديال بيكنج باودر كيماويه اوكي ها هنا درنا السكر ديالنا نزيدو له الزبده كابوس شوغر ندير باتا من بعد نخلطوها نخلط الزبدة مع السكر مزيان باش ندير ديك الزبدة ندير عليها واحد الفانيلا السكر مع السكر بيضة كاين اللي كيخوي عليها الزيت لكن من الأحسن تخلطها بلا زيت دير الزبدة و سميتو السكر باش يمشي ديك السكر كاين تقد دير الزيت معاها ماشي مشكل تماما مزيان باش السكر ما يبقاش يبان في السويد سويد من بعد كتزيد كاس ديال الزيت وان كوب اوف فيجيتابل اول ندير الكاوكاو كاكاو مطحون بعد كندير هذا السيزان تاهو مطحون
دخلت مزيان باش دوك لي انغريديان ندخلو كاملين مع بعضياتهم. شويه ديال الطحين داك الطحين كدير شويه ديال الطحين والاجر وشوف حتى تجمع لك السميته ديال كندير شويه ديال الملح شويه ماشي بزاف لان مع السكر وسميته ونبغي نشوف في الصوت خلينا ارتحت شويه من بعد كنقطعها كنديروها طريفات صغار ونديروا ليه وهذه غندير بها واحد الكوكيز اخر ولكن نفس العجينه دابا نوريها لكم بغيناش انا نبينو لكم ما بغيتش نطول في الفيديو ولكن عاوتاني بنفس العجينة دير بها بالكاس بالجنب ديال الكاس الى الصغير هي اسهل طريقه زعما ديال اللي بغي يديرها الحمد لله هي سهله على دير الشباكيه ما تكاش مزيان كندير الجنب ديال الكاس الراس ديالو you
لنا دابا ندخلوها للفران وردو البار راه كطيب في ساعه هي خصك توقف عليها قبليها مره مره طيب. ها تغفل عليها مشات دابا غنديرو ليها نديرو فيها ايسين شوغر سكر كلاصي ان دي اند في الاخر كامل الاخرى نديرو ليها شويه د العسل باش يلصق فيها داك الكاوكاو نديرها في الكاوكاو نديرها في الكاوكاو ولا اللوز كل واحد اللي عندك فيها سميتو في الدار دير تتكملهم واسميتو لان الا جيتي دير كلشي واسميتو الفيديو غادي يكون طويل هذا هو الشكل النهائي ديالو يلا اللي عجبو الفيديو ما تبخلوش علينا بلي لايك واللي مازال ما اشتركش معنا في القناه اشترك هذا فضلا وليس امرا ونتمنى نكونوا عند حسن الظن تاعكم اوكي.